يا محمد علي، خدت خازوق مغري. انت معتز مطر، يا ريت بقى تغزو على دمكم كده وترجعوا مصر كده، ايه زي الرجالة كده ابطال، وايه واللي انتوا عايزينه هيتعمل ان شاء الله. بس انتوا ما تحرضوش الناس انها تنزل، انا ليا رأي وغير ليه رأي. انهم ماسكين قاتلين بعض مموتين بعض، البلد تبوظ، مش ده اللي نفسكم فيه؟ يا معرصين يا ولاد المتناكل.